سمارت راديو. قبول القائد الفيدرالي الأمريكي طلب تجميد قرار رئيس جو بايدن فيما يخص الهجرة وتعليق قرار الرئيس السابق ترامب، وهذا القرار هو شيء طبيعي في دولة مؤسسات ولا يعني أن العملية حسمت، هو يعني أن هناك بداية نزاع بين ولاية تكساس أو ولاية أخرى يمكن في المستقبل ورئيس الفيدرالي يعني رئيس جو بايدن حول موضوع الهجرة، ولكن هذا من شأنه وهذا أمر طبيعي ليحفظ طعن أي ولاية تتقدم بها إلى القضاء الفيدرالي، وهذا الحفظ هو لحفظ حقها في المستقبل، ولكن لا يعني أن هذا هو تمشي أو موافقة على طلب ولاية تكساس فيما يخص عملية الهجرة، وبالتالي فإن هذا يعني أن هناك أولا حفاظ على حق تكساس، ولكن لا يعني أن جو بايدن هزم، بالعكس فإن الموضوع سيبقى أمام المحكمة الفيدرالية الآن لفترة وجيزة معلق لفترة 100 يوم، وبالتالي سيقع الحسم فيه من ناحية الأصل. وإن قال القائد الفيدرالي أن هناك إمكانية لتكساس بأن تقوم بتقديم طعونها، ولكن الرئيس الفيدرالي رئيس الولايات المتحدة له الحق بأن يسن قوانين ويتخذ إجراءات على كامل التراب الولايات المتحدة فيما يخص حدودها الخارجية، وبالتالي فأن سياسة الرئيس جو بايدن سيقع تفعيلها مهما كانت الاعتراضات.